طيب دكتور سمير، هل تعتقد أو هل ترى أنه من الممكن أن تلقي هذه التحقيقات بظلال على مسارات القرارات بتاعت البيت الأبيض؟ هل من الممكن أن تغير من بعض المسارات بصرف النظر عن النتيجة النهائية للتحقيق؟ بلا شك أنها ستؤثر، يعني بمعنى أن الرئيس بايدن يشعر الآن في رأيي والأوصاف المحيطة به تشير إلى أن لابد من النقلة السياسية في مواقف الرئيس بايدن لكي يتمكن أولا من إعادة لحمة الحزب الديمقراطي، ثانيا من أن يتمكن من عودة بناء الجسور بينه وبين الجمهوريين التقليديين الذين عمل معهم أكثر من 32 عاما خلال وجوده في مجلس الشيوخ. ولذلك افترض بان هذا الوضع سوف يؤثر في المزيد من التحول في الموقف الامريكي، موقف الرئيس بايدن. يعني هل هذه التحقيقات من الممكن ان تؤدي الى تحول في موقف واشنطن مما يحدث على الاراضي الفلسطينيه؟ لا افترض ذلك، بسبب ان الجمهوريين هم اكثر التصاقا باسرائيل من الناحيه السياسيه، ولكن بلا شك هذا الوضع الراهن سوف يؤدي إلى أن يضطر بايدن أكثر فأكثر للتحالف بشكل أعمق مع الأوساط الديمقراطية الليبرالية وتعزيز وحدة حزبه. هذا سينعكس حتما على الموقف فيما يتعلق بالحرب في غزة، وبلا شك أنه الآن يتعرض لضغوط منقطعة النظير داخل حزبه، بل وداخل الإدارة ذاتها، بل وأيضا داخل فريق البيت الأبيض. طب أخيرا دكتور سمير، ولا أريد الإثقال عليكم، يعني بتشوف أنه ما هو القرار الذي من الممكن أن أو الموقف الذي من الممكن أن يتغير بشأن القضية الفلسطينية أو ما يحدث على الأراضي الفلسطينية في الوضع الراهن خلال الأسابيع القليلة القادمة؟ يعني من الواضح بأنه حاليا الخلاف الأمريكي الإسرائيلي مع الحكومة الإسرائيلية عميق جدا. يتحدث بوضوح نتنياهو بأن هناك خلاف، أنه هو الذي يحمي إسرائيل من أمريكا، وهو أنه هو الذي يفشل حل الدولتين، وأنه هو الذي سوف يتمكن من تدمير حماس. هذه المعطيات الثلاث أقولها لكي أوضح بأن الإدارة الأمريكية تتخذ مواقف أكثر فأكثر وضوحا الآن بعيدا عن الحكومة الإسرائيلية. في لحظة معينة سنشاهد الولايات المتحدة الأمريكية تدير ظهرها لبعض القرارات في الأمم المتحدة، خاصة في مجلس الأمن، حول وقت إطلاق النار. في هذه الظروف أعتقد أنه تدريجيا تضعف قدرة بايدن على الاستمرار منفردا في هذه العزلة الدبلوماسية الخطيرة على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وعلى تحالفاتها حتى مع الدول الغربية وغيرها من الدول G7، الدول الكبيرة السبع. وبالتالي هو مضطر في رأيي تحت ضغط هذه الأحداث أن ينقل موقفه باتجاه. في لحظة معينة سنشاهد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستمتنع عن التصويت عن قرار هدنة طويلة، ومن ثم مع احتمال قرار بوقف إطلاق النار. أشكرك جدا دكتور سمير التقي، الباحث في معهد الشرق الأوسط من واشنطن.